هذا وتشارك مملكة البحرين العالم الاحتفاء باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يجري الاحتفال به في 3 ديسمبر من كل عام. وبهذه المناسبة أكد سعادة السيد أسامة العصفور وزير التنمية الاجتماعية حرص الوزارة على التطوير الدؤوب للخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث استمرت المراكز التأهيلية الحكومية والأهلية والخاصة في تنفيذ برامجها الرعائية والعلاجية والتأهيلية والأكاديمية والمهنية. ولفت الوزير العصفور لأنه خلال العام الأكاديمي 2022-2023 بلغ عدد المراكز الحكومية التي تديرها الوزارة 6 مراكز، وقد استفاد منها 205 طلاب وطالبة، فيما بلغ عدد المراكز التأهيلية المرخصة 17 مركزا واستفاد منها 649 طالبا وطالبة. أما المراكز الخاصة فقد بلغ عددها 26 مركزا واستفاد منها 788 طالبا وطالبة. أشار العصفور إلى تنفيذ عدد من البرامج والمبادرات والمشروعات الموجهة لهذه الفئة إيمانا بمبدأ الشراكة المجتمعية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الاندماج في المجتمع، ومن أبرزها إدارة وتشغيل برنامج تدريب السياقة، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، حيث استفاد من هذا البرنامج 76 شخصا إلى جانب برنامج منح التأهيل الأكاديمي للمراكز التأهيلية الأهلية الذي يعمل على تقديم دعم مادي جزئي ل 12 مركزا واستفاد منها 476 طالبا وطالبة. أوضح العصفور أن العمل جار على تدشين الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة للأعوام 2022-2026 لمواصلة تنفيذ المزيد من المشاريع والبرامج الداعمة لحقوق ذوي العزيمة.